يكون نصاب التصويت انتخاب الهيئات القيادية نصف زائد واحد من عدد الحضور، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل المؤتمر التأسيسي لموعد ثاني خلال 30 يوما من الموعد الأول، ويعقد المؤتمر بالحاضرين على أن لا يقل عن 300 عضو وبحضور ممثل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية. 2. المؤتمر العام هو أعلى سلطة في التجمع، ويتولى رسم سياسته العامة وانتخاب أعضاء الأمانة العامة والمصادقة على التقارير المالية والإدارية والسياسية، وينعقد المؤتمر العام سنويا، ويجوز عقده استثنائيا بقرار من الأمانة العامة أو بطلب من ثلث أعضائه، ويعد نصابه كاملا بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل انعقاده إلى أسبوع بعد الموعد المحدد، ويعد انعقاده شرعيا بمن يحضر، وتعد قراراته نافذة، ويترأس المؤتمر العام رئيس الحزب أو العضو الأكبر سنا، ويتألف المؤتمر العام من رئيس الحزب، الأمين العام، أعضاء الأمانة العامة للحزب، أعضاء المكاتب التخصصية في الحزب، مسؤولي وأعضاء مكاتب المحافظات. ويتولى المؤتمر العام مناقشة جدول الأعمال المعد من قبل الأمانة العامة، ويتضمن مناقشة وإقرار التقرير السياسي والإداري والمالي السنوي، انتخاب أمانة عامة جديدة للحزب في المؤتمر الذي يصادف انعقاده مع نهاية الدورة الانتخابية المحددة بأربع سنوات. يتم الترشيح لعضوية الأمانة العامة أثناء الاجتماع وبطريقة علنية، ويتم التصويت بطريقة الاقتراع. للمؤتمر العام تحديد صلاحية تعديل النظام الداخلي للحزب. للمؤتمر العام صلاحية إقالة الأمانة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء مع بيان الأسباب وانتخاب أمانة عامة جديدة. يتمتع رئيس الحزب بالصلاحيات التالية: المصادقة على قرارات الأمانة العامة والموازنة السنوية، المصادقة على التقارير السياسية والإدارية والمالية الدورية للحزب، تمثيل الحزب في المحافل الداخلية والخارجية، وله حق تفويض من يمثله. دعوة المؤتمر العام للانعقاد لحل الحزب على أن يحظى ذلك بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المؤتمر العام. المصادقة على صلاحية الصرف للأمين العام والأمانة العامة، الأمين العام، ويتمتع بالصلاحيات التالية: إدارة اجتماعات الأمانة العامة، إقرار الخطط والبرامج لعمل الحزب في الداخل والخارج، تمثيل الحزب في المؤتمرات الداخلية والخارجية وأمام القضاء، وله حق تخويل من يمثله من الأمانة العامة. التوقيع على المخاطبات الرسمية بين الحزب والجهات الأخرى الرسمية والحزبية. الإشراف المباشر على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ورئيس الحزب. فتح المقرات والمكاتب في الداخل والخارج وفي ضوء ضرورات العمل، أو غلقها بعد الاستئناس برأي الأمانة العامة. تعيين الموظفين في المقر الرئيسي والمقرات الفرعية وفي ضوء الحاجة إلى ذلك. إيفاد أعضاء الأمانة العامة داخل العراق وخارجه، أو استدعاء مسؤولي وأعضاء المكاتب إلى المقر العام وحسب متطلبات العمل. للأمين العام تخويل أحد نوابه في حال غيابه ومنحه الصلاحيات وحسب تنسيبه. الأمانة العامة: تتألف الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي من 15 عضوا قابل للزيادة والنقصان حسب متطلبات العمل الحزبي. ينتخب المؤتمر العام 15 عضوا من بين أعضائه كأمانة عامة للحزب وبحضور نصف زائد واحد، وتولى الإشراف والإدارة العامة لتنفيذ البرامج السياسية والتنظيمية والمالية للحزب، وتنتخب من بين أعضائها في أول اجتماع لها الأمين العام ونائبيه وأمين السر، وتقوم بتوزيع المسؤوليات على أعضائها وإعداد الخطط العامة والتقارير الإدارية والمالية والسياسية للمؤتمر العام، وتتكون من الأمين العام ويجرى انتخابه من بين أعضائه أعضاء الأمانة العامة، وبأول اجتماع تعقده الأمانة العامة بعد انعقاد المؤتمر العام،
ويتم انتخابه بموافقة الحضور النصف زائد واحد، وتكون ولايته لمدة 4 سنوات. باء نواب الأمين العام، تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها نائبي الأمين العام وبموافقة الحضور نصف زائد واحد، ومدة ولايتهما 4 سنوات. أمين السر، تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها أمين السر وبموافقة الحضور نصف زائد واحد، ومدة ولايته 4 سنوات. أحكام عامة. يعمل بهذا النظام اعتبارا من انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزب التجمع الجمهوري العراقي بعد إقراره والمصادق عليه للمؤتمر العام تعديل النظام الداخلي بقرار منه أو باقتراح من الأمانة العامة وبموافقة الأغلبية من عدد أعضاء الأمانة العامة أو المؤتمر العام، على أن لا يتعارض التعديل مع قانون الأحزاب السياسية رقم 37 لسنة 2015. لا يعمل بأي مادة أو فقرة تابعة لها في هذا النظام تتقاطع مع قانون الأحزاب. 4. إذا اقتضت الضرورة حل الحزب يكون ذلك بطلب مبرر من رئيس الحزب وبأغلبية الثلثين من أعضاء المؤتمر العام، ويحدد المؤتمر الجهة التي تؤول إليها الأموال المنقولة وغير المنقولة للحزب. إخواني الأعزاء، الآن تصويت على النظام الداخلي. يرجى يعني من الأخوة المصوتين على النظام الداخلي رفع أيديهم. شكرا جزيلا. إذن حصلت المصادقة على النظام الداخلي. عندنا الآن البرنامج السياسي. البرنامج السياسي الكل مستلمين انتو، يمكم طلعتوا عليه. أيضا تصويت على البرنامج السياسي، ارفعوا أيادي. شكرا جزيلا. تمت المصادقة على النظام الداخلي والبرنامج السياسي. الآن يتفضل الأخ يعني مقدم ومذيع الحفل لتلاوة الأعضاء المرشحين من الأمانة العامة لغرض التصويت عليهم. وراح الإخوان أي واحد من أعضاء الأمانة العامة اللي يذكر اسمه من المرشحين يتفضل يقول اسمه، ويريد يتحدث أو ما عنده كلام ومشكلة، المهم تثبت اسمه ويتم على التصويت على واحد واحد من الإخوان اللي راح تعلن أسماءهم، عدا الأخ محمد صالح ظرف طارئ عنده، يعني هو من ضمن المرشحين لأنه مسافر خارج القطر، فأيضا نصوت عليه بشكل أصولي. شكرا جزيلا. الأخوة المكلفون بعد الأصوات يتفضلون يم الممثلية المفوضية رجاء. الأخوة المكلفون بعد الأصوات يتفضلون يم الممثلية المفوضية. السادة الحضور الأجلاء، نبدأ بتلاوة أسماء المرشحين لعضوية الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي. نعم.
سادة الأكارم، سادة الأكارم، سيتم الآن الإعلان عن السادة المرشحين لعضوية الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي. يكون التصويت على الأسماء واحدا بعد الآخر، التصويت برفع الأيدي، والرجاء عدم إنزال الأيدي حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات لكل مرشح. المرشح مخير في أن يقدم نبذة عن حياته أو يتحدث عن نفسه، أو يكتفي بالصعود إلى المنصة لتقديم نفسه إلى جمهور الهيئة العامة للحزب. نبدأ على بركة الله. نبدأ. صبورة تكون قريبة هنا رجاءً. أكرر الرجاء التصويت برفع الأيدي وعدم خفض الأيدي إلا بعد الانتهاء من عملية عد الأصوات لكل مرشح. والحمد لله جمهور حزب التجمع الجمهوري العراقي كلهم شباب، فما يتعبون من أن يبقون أيديهم مرفوعة. نبدأ على بركة الله. أسماء المرشحين لعضوية الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي. أولا الأستاذ حاتم محمود حطاب سلطان الجنابي. يتفضل الأستاذ حاتم. أستاذ حاتم يبدو مؤمن ببديهية المعروف لا يعرف، فيكتفي يقول أنا أمام الناس من دون أن يتحدث عن نفسه. التصويت الآن برفع الأيدي رجاء وعدم خفض الأيدي إلا بعد الانتهاء من عملية عد الأصوات من قبل ممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الرجاء الإبقاء على رفع الأيدي حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات. جزاكم الله خير. الأخوة بدأوا بعملية عد الأصوات، وحال انتهائهم من عد الأصوات راح نعلن عن عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح لعضوية الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي. ننتظر الأخوة على اليمين وعلى الشمال من المكلفين بعد الأصوات. وصل جانب اليمين، ننتظر الجانب الأستاذ حاتم محمود حطاب سلطان الجنابي، وحصل على 330 صوت. مبارك للأستاذ حاتم محمود حطاب سلطان الجنابي على فوزه بثقة الهيئة العامة للحزب. الأستاذ حسن فندي حمد عناز الجنابي. تفضل الأستاذ حمد. أستاذ حسن مخير في أن يتحدث عن نفسه أو يكتفي فقط. المعروف لا يعرف إن شاء الله. الأستاذ حسن
نبدأ الآن بعملية التصويت برفع الأيدي رجاء، تصويت برفع الأيدي وعدم خفض الأيدي إلا بعد الانتهاء من عملية عد الأصوات. باشروا الأخوة بعد الأصوات، الرجاء التصويت برفع الأيدي، التصويت برفع الأيدي. الأستاذ حسن فندي حمد عناز الجنابي، التصويت برفع الأيدي، التصويت برفع الأيدي. الأخوة المكلفون بالعد، الرجاء الإبقاء على رفع الأيدي حال الانتهاء من عملية عد الأصوات. وهذه رياضة ترى جيدة جدا، رفع الأيدي وخفض الأيدي رياضة مفيدة. الأستاذ حسن فندي حمد عناز حصل على 270 صوت، مبارك مبارك للأستاذ حسن حصوله على ثقة الهيئة العامة. الأستاذ محمد صالح فرج علي، الأستاذ محمد صالح فرج علي غائب لظرف طارئ، أكو تثنية على ترشيحه؟ نعم أكو تثنية على ترشيحه، شكرا. الآن نبدأ عملية التصويت، التصويت للأستاذ محمد صالح فرج علي، التصويت برفع الأيدي رجاء، التصويت برفع الأيدي رجاء. الأستاذ محمد صالح فرج علي، التصويت برفع الأيدي وعدم خفض الأيدي إلا بعد الانتهاء من عملية عد الأصوات. أكرر، التصويت برفع الأيدي رجاء، جزاكم الله خير، الحمد لله كلكم شباب. تصويت برفع الأيدي ليتسنى للسادة الممثلين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المشرفة على هذه العملية لهذا المؤتمر الانتخابي، ليتسنى لهم عد الأصوات لكل مرشح. الأستاذ محمد صالح فرج علي، الإبقاء على الأيادي مرفوعة لحين الانتهاء من عملية عد الأصوات وإعلامنا النتيجة. الأستاذ محمد صالح فرج علي حصل على 230 صوت، مبارك للأستاذ محمد صالح فرج علي على فوزه بثقة الهيئة العامة. الأستاذ محمد هادي عبد الرحيم محمد، الأستاذ محمد هادي عبد الرحيم محمد، يتفضل أستاذ محمد، مخير في أن يتحدث عن نفسه أو يكتفي بالوقوف أمام الهيئة العامة. الآن نبدأ التصويت برفع الأيدي رجاء،
أكرر الأستاذ محمد هادي عبد الرحيم محمد. التصويت برفع الأيدي رجاء، التصويت برفع الأيدي. صوت واضح ده يوصل جانب الأيمن، جيد. الأستاذ محمد هادي عبد الرحيم محمد. التصويت برفع الأيدي رجاء، عدم خفض الأيدي إلا بعد الانتهاء من عملية عد الأصوات. إلا بعد الانتهاء من عملية عد الأصوات وإعلان النتيجة. الأستاذ محمد هادي عبد الرحيم محمد. الأستاذ محمد هادي عبد الرحيم محمد حصل على 211 صوت. مبارك الأستاذ محمد فوزه بثقة الهيئة العامة. الأستاذ حيدر إبراهيم عبد الرحمن حبيب الحبيب، تفضل أستاذ حيدر، مخير في أن يتحدث عن نفسه أو يكتفي بالوقوف أمام الهيئة العامة. التصويت برفع الأيدي رجاء. الأستاذ حيدر إبراهيم عبد الرحمن حبيب، التصويت برفع الأيدي رجاء. إذا مدى يوصل الصوت قولوا لنا، خاصة للأخوة الشباب اللي في الأخير. يوصل الصوت؟ جيد. الأستاذ حيدر إبراهيم عبد الرحمن حبيب، التصويت برفع الأيدي رجاء. التصويت برفع الأيدي رجاء. عدم خفض الأيدي إلا حين الانتهاء من عملية عد الأصوات وإعلان النتيجة حفاظا على أصواتكم، وهذه أمانة في أعناقكم لكل مرشح، أمانة في أعناقكم لكل مرشح أن تحافظوا على أصواتكم، الإبقاء على رفع الأيدي حال الانتهاء من عد الأصوات وإعلان النتيجة. الأستاذ حيدر إبراهيم عبد الرحمن حبيب. الأستاذ حيدر إبراهيم عبد الرحمن حبيب حصل على 102 صوت من أصوات الهيئة العامة. مبارك للأستاذ حيدر والتوفيق إن شاء الله. أكرر، الأستاذ حيدر إبراهيم عبد الرحمن حبيب حصل على 202 صوت من أصوات الهيئة العامة. الأستاذ مصلح خلف محمود أيوب. الأستاذ مصلح خلف محمود أيوب، تفضل. مخير الأستاذ مصلح، واثق يقول الجمهور يعرفني. الأستاذ مصلح خلف محمود أيوب، التصويت برفع الأيدي. التصويت برفع الأيدي رجاء. التصويت برفع الأيدي رجاء حفاظا على أصواتكم. الأستاذ مصلح خلف محمود أيوب. الأستاذ مصلح خلف محمود أيوب، الإبقاء على الأيادي مرفوع رجاء حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات. إن شاء الله ما تعبتوا، جزاكم الله خير.
الأستاذ مصلح خلف محمود أيوب. وصلت بعض نتائج عد الأصوات. الأستاذ مصلح خلف محمود أيوب حصل على 300 صوت من أصوات الهيئة العامة. مبارك للأستاذ مصلح، تمني له التوفيق. الأستاذ عمار عبد القادر عطا محمد. الأستاذ عمار عبد القادر عطا محمد يتفضل على المنصة. مخير الأستاذ عمار في أن يتحدث عن نفسه أو يكتفي بالوقوف أمام. الأستاذ عمار عبد القادر عطا محمد التصويت برفع الأيدي. التصويت رجاء، التصويت برفع الأيدي. الأستاذ عمار عبد القادر عطا محمد تصويت برفع الأيدي. جيد، الإبقاء على الأيادي مرفوعة رجاء حتى ننتهي من عملية عد الأصوات. الأستاذ عمار عبد القادر عطا محمد الرجاء الإبقاء على الأيادي مرفوعة حتى ننتهي من عملية عد الأصوات وإعلان النتيجة لكل مرشح. أصواتكم أمانة فحافظوا عليها. دقائق ونعلن نتيجة عد الأصوات. الأستاذ عمار عبد القادر عطا محمد. الأستاذ عمار عبد القادر عطا محمد حصل على 263 من أصوات الهيئة العامة. مبارك وبالتوفيق إن شاء الله. الأستاذ عبيد عقاب أحمد حنش القيسي، تفضل أستاذ عبيد. مخير في أن يتحدث عن نفسه أو يكتفي بالوقوف أمام الهيئة العامة إن شاء الله. الآن الأستاذ عبيد عقاب أحمد حنش التصويت برفع الأيدي رجاء. التصويت برفع الأيدي رجاء. الإبقاء على الأيدي مرفوعة لحين الانتهاء من عملية عد الأصوات. الأستاذ عبيد عقاب أحمد حنش التصويت برفع الأيدي رجاء والإبقاء على الأيدي مرفوعة حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات. هذا بعض من الوفاء لمرشحيكم. الإبقاء على الأيادي مرفوعة لضمان عد الأصوات بشكل واضح وكامل وعدم ضياع الأصوات لكل مرشح. الرجاء الإبقاء على الأيادي مرفوعة حفاظا على أصواتكم. الأستاذ عبيد عقاب أحمد حنش الأيادي مرفوعة. الأيادي المرفوعة أعلى ذول الشباب، والأيادي اللي هي ترى يواخذون عليكم، فخلونا نشوف أيادي الشباب.
عاد راجع لكم كل من يعلن عن نفسه. الأيادي مرفوعة لحين الانتهاء من عملية عد الأصوات. شكرا. الأستاذ عبيد عقاب أحمد حنش حصل على 210 صوت من أصوات الهيئة العامة. مبارك للأستاذ عبيد، بالتوفيق إن شاء الله. الأستاذ حسين أحمد فرحان سلطان. الأستاذ حسين أحمد فرحان سلطان يتفضل، مخير في أن يتحدث عن نفسه أو يكتفي. أكرر، الأستاذ حسين أحمد فرحان سلطان، التصويت برفع الأيدي رجاء، التصويت برفع الأيدي. الحمد لله أستاذ طلعتم كلهم شباب، كل رافع يديه إلى الأعلى. الأستاذ حسين أحمد فرحان سلطان، التصويت برفع الأيدي، التصويت برفع الأيدي. أصواتكم ملك لكم وهي وفاء لمرشحيكم، فحافظوا على رفع الأيادي وأن تبقى حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات. الأستاذ حسين أحمد فرحان سلطان، الأستاذ حسين أحمد فرحان سلطان، دقائق وتوصلنا نتيجة عد الأصوات. حصل الأستاذ حسين أحمد فرحان سلطان على 200 صوت من أصوات الهيئة العامة. مبارك الأستاذ حسين، بالتوفيق إن شاء الله. تتفضل هسه حصة المرأة، وحصة المرأة في الحزب الجمهوري العراقي كبيرة جدا. الست عواطف محمد فالح عبد الحسين، تتفضل الست عواطف محمد فالح عبد الحسين، مخيرة ست عواطف في أن تتحدث عن نفسها أو تكتفي بالوقوف على المنصة. الست عواطف محمد فالح عبد الحسين، التصويت برفع الأيدي رجاء، التصويت برفع الأيدي رجاء لضمان الاستحقاق الناجح لهذه العملية الانتخابية الرائعة، والجمهور الرائع الذي حضر اليوم إلى هذه الاحتفالية. الرجاء ليبقى على الأيادي مرفوعة حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات لمرشحيكم، الحق عليكم ووفاء منكم إليهم الإبقاء على الأيادي مرفوعة حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات حفاظا على الأصوات المعطاة لكل مرشح. الست عواطف محمد فالح عبد الحسين، وصلت بعض النتائج، جيد شكرا. بانتظار النتيجة للست عواطف. الست عواطف محمد فالح عبد الحسين حصلت على 280 صوت من أصوات الهيئة العامة. مبارك للست عواطف، بالتوفيق إن شاء الله. الأستاذ عبد الحمزة كاظم جاسم عودة، تفضل الأستاذ عبد الحمزة كاظم جاسم عودة. عبد الحمزة كاظم جاسم عودة، مسؤول مكتب محافظة بابل.
من بابل التاريخ والحضارة وبابل الزهو والمجد الأستاذ عبد الحمزة كاظم جاسم عودة. التصويت برفع الأيدي رجاء. التصويت برفع الأيدي. التصويت برفع الأيدي. الأستاذ عبد الحمزة كاظم جاسم عودة. جزاكم الله خير. الإبقاء على الأيادي مرفوعة حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات. لا تفرطوا في أصواتكم، لا تفرطوا في أصواتكم. الرجاء الإبقاء على الأيادي مرفوعة لحين الانتهاء من عملية عد الأصوات لضمان الاستحقاق الواضح لكل مرشح. الرجاء الإبقاء على الأيادي مرفوعة مرفوعة. وصلت بعض النتائج، شكرا. ننتظر النتيجة. شكرا. أربعة مرشحين فقط بقوا. شكرا. خفض الأيادي. الأستاذ عبد الحمزة كاظم جاسم عودة حصل على 195 صوت من أصوات الهيئة العامة. مبارك للأستاذ عبد الحمزة، بالتوفيق إن شاء الله. الأستاذ بلال محمد حسن وهبي أمين. الأستاذ بلال محمد حسن وهبي أمين. تفضل أستاذ بلال. مخير أستاذ بلال في أن يتحدث، يكتفي بالحضور أمام الهيئة العامة. التصويت، التصويت برفع الأيدي رجاء. الأستاذ بلال محمد حسن وهبي أمين. الأستاذ بلال محمد حسن وهبي أمين. التصويت برفع الأيدي رجاء. حافظوا على أصواتكم. جزاكم الله خير. جمهور الهيئة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي على هذه الوقفة الوطنية المخلصة الوفية لمرشحيكم، وأنتم أهل لها إن شاء الله. الأستاذ بلال محمد حسن وهبي أمين. تصويت برفع الأيدي. التصويت برفع الأيدي. جاءت النتائج. شكرا. بانتظار النتيجة. ثلاثة مرشحين فقط. أعانكم الله. الأستاذ بلال محمد حسن وهبي أمين حصل على 199 صوت من أصوات الهيئة العامة. مبارك للأستاذ بلال، بالتوفيق إن شاء الله. الأستاذ يوسف فائق يوسف أحمد الدهلكي. يتفضل الأستاذ يوسف فائق يوسف أحمد. من محافظة الديال الحبيبة. الأستاذ يوسف فائق يوسف أحمد. التصويت برفع الأيدي رجاء. التصويت برفع الأيدي رجاء. جيد. برفع الأيدي رجاء. أصواتكم ملك لكم، حافظوا عليها رجاء في الإبقاء على أياديكم مرفوعة وفاء منكم وإخلاصا لهذه العملية الديمقراطية الرائعة.
وللمرشحين لعضوية الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي الأستاذ يوسف فائق يوسف أحمد. الرجاء الإبقاء على الأيادي مرفوعة حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات. وصلت بعض النتائج، شكرا. خفض الأيادي، شكرا. بانتظار النتيجة. الأستاذ يوسف فاق يوسف أحمد حصل على 204 صوت من أصوات الهيئة العامة، مبارك، بالتوفيق إن شاء الله. المرشح الأستاذ ليث إسماعيل إبراهيم عبد الله. يتفضل الأستاذ ليث إسماعيل إبراهيم عبد الله. الأستاذ هنا تحدث، أستاذ لا تتحدث. ليث إسماعيل إبراهيم، حكم دولي شطرنج، رئيس منظمة معهد العراق للدراسات والبحوث والتخطيط، مدير مكتب تجمع في محافظة ديقار. الأستاذ ليث إسماعيل إبراهيم عبد الله. التصويت برفع الأيدي رجاء، برفع الأيدي. جيد، رعاكم الله. جيد، بدأت الآن عملية عد الأصوات، والحمد لله الشباب سريعين جدا بعد الأصوات. الإبقاء على الأيادي مرفوعة حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات رجاء لكل مرشح. الأستاذ ليث إسماعيل إبراهيم عبد الله. الأستاذ ليث إسماعيل إبراهيم عبد الله. الإبقاء على الأيادي مرفوعة. وصلت النتائج، شكرا جزيلا. بانتظار النتيجة. الأستاذ ليث إسماعيل إبراهيم عبد الله حصل على 190 صوت من أصوات الهيئة العامة، مبارك للأستاذ ليث، بالتوفيق إن شاء الله. ومسك ختام قائمة المرشحين لعضوية الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي، نعود إلى النساء مرة أخرى وما أحلاها من عودة. الست يسرى زين الحسين علي. تفضل ست يسرى. الست يسرى زين الحسين علي مخيرة في أن تقدم نفسها أو تكتفي بالوقوف أمام الهيئة العامة. يسرى زين الحسين علي البياتي، رئيس مهندسين أقدم في أمانة بغداد دائرة بلدية الدورة. الست يسرى زين الحسين علي. التصويت برفع الأيدي رجاء. هذا آخر مرشح وآخر مرة ترفعون الأيادي في هذا المحفل الديمقراطي. والحمد لله أستاذ حاتم اليوم مهيئ مجموعة من الشباب، العد مالتهم سريع مثل الكمبيوتر، بعين واحدة يقرون العدد اشقد ما شاء الله. بدأت الآن عملية عد الأصوات، الرجاء عدم خفض
الأيادي حتى الانتهاء من عملية عد الأصوات. المرشح يسرى زين الحسين علي. مع تقديرنا واعتزازنا العالي للجهد الوطني الخير للسادة ممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دائرة الأحزاب والمنظمات الأحزاب السياسية على جهودهم في تغطية ومراقبة ومتابعة أعمال هذا المؤتمر الانتخابي لإعلان الرسمي لتأسيس الحزب. الست يسرى زين الحسين علي حصلت على 274 صوت من أصوات الهيئة العامة. مبارك للست يسرى، بالتوفيق إن شاء الله. الآن سادتي لدينا فقرات أخرى لمواصلة هذه الاحتفالية المركزية، مجموعة من الفعاليات الفنية ومجموعة من القصائد الشعرية. قبلها نعلن أسماء الفائزين بعضوية الأمانة العامة، وبعد تلاوة الأسماء يتفضلون على المنصة لتحية جمهور الهيئة العامة للحزب التجمع الجمهوري العراقي. الأستاذ حاتم محمود حطاب سلطان وجاء بالمرتبة الأولى وحصل على 330 صوت. الأستاذ مصلح خلف محمود أيوب حصل على 300 صوت. الست عواطف محمد فالح عبد الحسين حصلت على 280 صوت. الست يسرى زين الحسين علي حصلت على 274 صوت. الأستاذ حسن فندي حمد عناز حصل على 270 صوت. الأستاذ عمار عبد القادر عطا محمد حصل على 263 صوت. الأستاذ محمد صالح فرج علي حصل على 230 صوت. الأستاذ عبيد عقاب أحمد حصل على 210 صوت. الأستاذ يوسف فاق يوسف حصل على 204 صوت. عفواً، الأستاذ محمد هادي عبد الرحيم قبله حصل على 211 صوت. بعد الأستاذ يوسف فاق يوسف أحمد حصل على 204 صوت. الأستاذ حيدر إبراهيم عبد الرحمن حصل على 202 صوت.
والأستاذ بلال محمد حسن حصل على 199 صوت، والأستاذ عبد الحمزة كاظم جاسم حصل على 195 صوت، والأستاذ ليث إسماعيل إبراهيم عبد الله حصل على 190 صوت. صفقوا مباركين للهيئة العامة. عفوا، الأستاذ حسين أحمد، آسف، حسين أحمد فرحان سلطان حصل على 200 صوت، آسف. صفقوا للفائزين بثقتكم وباختياركم الصائب لعضوية الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي، وارفعوا الأعلام عاليا لأن هذا الفوز هو انتصار آخر للعراق العظيم، عراق الانتصارات، عراق التحدي، عراق العزة والشموخ، عراق الكرامة، عراق واحد موحد إلى الأبد من الشمال إلى الجنوب. عاشت إرادتكم الصلبة، وعاشت إرادتكم التي انتخبت هذه الأسماء التي فازت بثقتكم من أجل مواصلة الطريق لمستقبل أفضل لأبناء شعبنا ولوطننا الحديث. متمنين لهم دوام التوفيق والعزة والتقدم، ومبارك للحزب التجمع الجمهوري العراقي هذا الفوز الكبير وهذا النصر الجديد لعملية الديمقراطية الانتخابية في العراق. شكرا للسادتي أعضاء الفوضية العليا المستقلة للانتخابات، دائرة الأحزاب والمنظمات والتيارات السياسية على جهودهم الخيرة المخلصة. سادتي الأكارم، يتفضل مشكورا الأستاذ الفاضل حاتم محمود حطاب في كلمة بالمناسبة، فليتفضل لجمهور الهيئة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي. ابتداء نوجه شكرنا الجزيل للأساتذة الأعزاء ممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وهذا جهودهم حقيقة للمشكور رغم كل الظروف الصعبة والمعقدة اللي احنا ندري بها وهم يدرون بها اللي تواجههم في عملهم وكثرة الاحتفالات التأسيس للعديد من الأحزاب السياسية، ولكن انطونا حقيقة الحصة الأكبر، فليس أمامنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر للأساتذة الأعزاء، ونسأل الله أن يبارك في جهودهم أينما حلوا. كل الكلمات تعجز أمام هذه الوجوه الطيبة المنيرة المشرقة، ولكن لا بد من الحديث ولو باختصار شديد. أولا نوجه التحية والتقدير العالي لراعي هذا المؤتمر ولمؤسس الحزب الأستاذ سعد عاصم الجنابي، هذا الرجل الذي يحمل في حدقات عيونه وفي وجدانه وضميره الهم العراقي عبر كل هذه السنين، ولم يقصر في شيء ولم يتأخر عن تقديم أي شيء ممكن من أجل أن يساهم ولو بجزء يسير في مداواة جراحات العراقيين عبر السنين الماضية وعبر معاناة العراقيين.
بروح وطنية حقيقية صادقة وبحب غير متناهي للعراق العظيم. فكان هذا الناتج حقيقة لجهد كبير متواصل عبر كل هذه السنين وهو حضوركم. بارك الله بكم جميعا، ونتمنى من الله أن نكون جميعا أولا في حسن ظن عند حسن ظن العراق بأبنائه، وثانيا أن نرتقي إلى مستوى ثقتكم وأن نكون أهلا لها. وأطمئنكم على شيء حقيقة لا بد لي أن أذكره في هذا المكان، هذا الحزب حزب التجمع الجمهوري العراقي، حزب الأيادي النظيفة، الأيادي التي لم تمتد إلى المال العام، الأيادي التي لم تمتد إلى أموال العراقيين ولا إلى دمائهم ولا إلى كل ما ينتقص من حريتهم وسيادتهم واستقلالهم، فهو بحق حزب الأيادي النظيفة والحمد لله، وسيبقى كذلك بعون الله. تحياتي لكم وجزيل الشكر. ولا بد أيضا من أن هذا النتاج الذي تحقق بجهود الكثير من الإخوان مؤسسي هذا الحزب اللي أيضا شرفونا في قسم في حضورهم هذا اليوم، والسادة أعضاء الأمانة، السادة والسيدات أعضاء الأمانة العامة السابقين عبر كل مراحل عمل الحزب، تحياتنا لكم جميعا، ونتمنى من الله أن نبقى عند حسن الظن ظنكم بنا وحسن ظن عراقنا العظيم بشعبه وبأبنائه الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله.